قال الناطق باسم لجنة الاعتصام السلمي في المهرة علي مبارك بن محامد إن الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته يحاولان نشر الفوضى والصراع في المحافظة باستخدام مجاميع من خارجها تتبعها حملات إعلامية شرسة ضد المهرة وأبنائها. وتناول تقرير نشره موقع اليمن نت ما تشهده المهرة من تحركات استفزازية لأدوات الإمارات في محاولة جديدة لجر المحافظة إلى ساحة الفوضى، حيث أكد محامد أن ما يحدث هذه الأيام ما هو إلا استفزاز لأبناء المحافظة، ويتوجب على السلطة المحلية القيام بمسؤوليتها قبل أي صدام مع تلك العناصر التي تريد الفتنة والاقتتال بين أبناء المهرة، مؤكدا أن جميع قبائل المهرة لن تقف دون حراك إزاء تلك التصرفات، وسيكون لها موقف صارم تجاه تلك الأفعال الاستفزازية. بن محامد أكد رفض لجنة الاعتصام لكل ما يحدث من تحركات لإحداث الفوضى في محافظة المهرة، في حين حذر وكيل المحافظة لشؤون شباب بدر كلشات الميليشيا من اتخاذ قرارات قاسية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.